برعاية ودعم مشروع جريح وطن، ناقشت كلية الزراعة في جامعة تشرين رسالة الدكتوراه للجريح سقراط أحمد، هو واحد من 7 جرحى عجز كلي في مرحلة الدراسات العليا، وأول جريح حرب يحصل على درجة الدكتوراه بمعدل ممتاز. حقيقة أهداف الرسالة في 3 أبعاد، يعني الهدف الإنتاجي، الإنتاج الزراعي يعني بأقل تكلفة ممكنة بظل الغلاء المستمر للأسمدة، المحافظة على البيئة من التلوث ومتبقيات الأسمدة، من ماء الجفت اللي هو حقيقة بيشكل مشكلة حقيقية خاصة بالساحل السوري أو بأماكن انتشار زراعة الزيتون. يعني الحقيقة اللي عم يصير انه هالماء الجفت عم ينكب باماكن جغرافية محددة وضمن فترة زمنية محددة اللي هي فترة انتاج الزيتون يعني. فعسى انه تكون هالطريقة هي احدى الطرق المجدية اقتصاديا وبيئيا وانتاجيا للتخلص منها بطريقة سليمة صديقة للبيئة. السقراط من الطلاب المتميزين والمميزون فعلا، وانا عاشرت هذا الطالب وهو طالبا ثم في رسالة الماجستير والدكتوراه، وقد كان عمله متميز بكل معنى الكلمة، ولم أشعر أن هذه الإعاقة قد حدت من طموحي العلمي، بل على العكس كان طامحا إلى إنجاز هذا البحث بشكل جيد، وبحثه يعتبر من الأبحاث الجيدة والمتميزة كونه يتناول موضوعا بيئيا، وبالتالي التخلص من مياه عصر الزيتون الملوثة للبيئة قليلا. أطروح الدكتوراه لأحد طلاب الدكتوراه الحقيقة يسمى الشهيد الحي، لأنه كان في خدمة العالم لخدمة هذا الوطن، وفي أحد المعارك أصيب وبتر ساقه، والآن أنتم شاهدتم كيف هو متمكن من الناحية العلمية وكيف كان كمحاضر. الطالب الذي دافع اليوم عن أطروحة الدكتوراه هو أحد أبطال الجيش العربي السوري الذي دافع عن أرض الوطن، وحاليا يقدم ما لديه من طاقة ومن علم يساهم فيه في دعم البحث العلمي والدراسات العليا من خلال إجراء بحث علمي تطبيقي يساهم في رفع إنتاجية مادة أساسية هي مادة الذرة الصفراء. بدأ الجريح سقراط بالتحضير لها بعد إصابته سنة 2017 خلال معارك تحرير تدمر. تناقش الرسالة تأثير إضافة ماء الجفت إلى الزبل البقري على إنتاج الغاز الحيوي وعلى نوعية السماد العضوي الناتج ودوره في نمو نبات الذرة الصفراء. مر علينا ظروف كتير كتير قاسية، يعني أنا شايفته واقف هون وشفته من 4 سنين بالعناية المركزة، إنه برافو برافو عن جد، هو عنده إرادة، يعني نحن قد ما نحكي بالنهاية لو ما هو عنده إرادة وتصميم نحن قفينا نعمل له شيء، فبرافو عليه وتعب. موضوع الدعم التعليمي هو واحدة من الخدمات اللي بيقدمها مشروع جريح الوطن، خدمات على دعم تعليميا لكل مراحل التعليم ابتداء بالمرحلة الإعدادية الثانوية وصولا للتعليم الجامعي للدراسات العليا. سقراط هو واحد من الجرحى اللي نحن قدمنا لهم الدعم، هو انضم على مشروع جريح الوطن بال 2019، كان حاصل على شهادة الماجستير، ونحن قدمنا له كل التسهيلات اللازمة والدعم التعليمي لحتى يقدر يحصل على شهادة الدكتوراه يلي تكللت اليوم بوجودنا معه لحتى نفرح سواء بحصوله على شهادة الدكتوراه بالهندسة الزراعية. الحمد لله رب العالمين، بقي بيناتنا الإرادة القوية، تابع شغله، تابع دراسته، ضل على رأس عمله، وهي الحمد لله نتيجة تعبه وإرادته. الهدف من هذه الرسالة بحسب سقراط ذو 3 أبعاد: بعد بيئي لناحية التخلص من ماء الجفت بطريقة صديقة للبيئة، وبعد اقتصادي لناحية إنتاج الغاز الحيوي، وآخر يتعلق بالتقليل من كمية الأسمدة المعدنية المضافة إلى التربة وتوفير ثمنها الباهظ، وأيضا الحصول على منتج عضوي جيد.